السلام عليكم اعزائي المشاهدين الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد في حلقه جديده في القناه الشيف محي الدين. اليوم ان شاء الله قررنا ندير لكم حصه الماكله د رمضان، الوصفه د رمضان، الشهيوات. المهم اليوم غندير لكم بريوات ديال الحوت، ما نطولش عليكم، ندوزوا للمقادير. المقادير غنحتاجوا 500 غرام ديال الكالامار، 3 معالق كبار ديال الربيع، قشور د كروفيت، 3 حبات البصله، 20 سنتيمتر ديال العصير الحامض، ورقه سيدنا موسى، الثومه، 3 الحامضات مصيرين القشور ديالهم، الفيرميسان 250 غرام، ورقه البصل اللي غادي نصوبوها اللي غتشوفوها، الملحه، الابزار، والزعتر، زيت الزيتون، والزيت النباتيه. المهم ندوزو دابا للطريقه اللي غتشوف فيها ورقه البسطيله. بالنسبه للمقادير ورقه البسطيله غادي نحتاجو 600 غرام ديال الطحين، غادي نديرو 400 سنتيلتر ديال الماء. المهم العجينه خصها تكون جاريه، غادي نديرو جوج معالقات كبار ديال الخل، جوج معالقات كبار ديال الزيت، وكما كتشوفو كنستعملوها بالشيته، يعني كتطلق المره الاولى فوق منها، ومره ثانيه كتشوف بلاصه الثقابين اللي ما باقيين ما تغطاوش. وكيف العاده غتحتاج ضروري شيته اخرى اللي غديروا فيها الزيت اللي غدهنوا به ورقه على ورقه باش ما تلصق لكم على بعضياتها. هانتوما كيما كتشوفوا النتيجه، طريقه تحضير الورق. المهم غادي نشدو كاسرونه نديرو فيها شويه ديال الزيت، قشور د كروفيت، ورقه سيدنا موسى، وشد البقايا ديال الثومه والبصله والعواد الربيع وداك الشيء، وغادي نزيدو عليهم الزعتر. وهاد الطريقه هادي كتسمى البيس، كدير غعطينا الماء المنكه، الروح ديال الكروفيت. صافي غنحطوهم يتقلاو مزيان، اللي غادي يتقلاو غادي نديكلاصيوهم بالماء، يعني غنكبو عليهم الماء على غفله باش داك الشيء يتقع، اللي تحرق كله يطلع. هانتا كيما كتشوفو ولا اللون ديالو احمر، يعني داك الحراك عطى اللون ديالو. وندوزو دابا نوريكم طريقة التحضير ديال الكالامار. المهم طريقة تحضير الكالامار ما نطولش عليكم، سهلة، تحيدو الراس، غير هي حاجة وحدة اللي غنقول لكم، انا ردو البال من هاد الحبر الاسود ديالو، حاولوا انكم تجبدوه غير بشوية هو اللولاني. هانتوما كيما غتشوفو، يعني ما خصوش يوسخ لكم الحوتة ديالكم، راه هو ديال الماكلة اصلا، ولكن غادي يكرفصها عليكم. صافي وغادي نحيدو المصارين ديالو، العينين ديالو، الفم ديالو، غنحيدو الغشة ديالو اللي كيكون عليه كله، والبلاستيكا، ومن بعد غادي نقلبوه ونقيوه من الداخل ونغسلوه. المهم هنا في الطريقه هذه لاحظوا معايا مزيان، هنايا غادي نحيدوا له الجناح ديالو، واوميم طو كاين واحد البلاستيك الغشاء الفوقاني اللي ضروري تزولوه، لحقاش هذاك اللي كيخلي الكالامار ديالكم مكنز ما كيبغيش يطيب لكم. وهنايا غادي نوريكم واحد الطريقه ديال سبيسال كنستعملوها في لي ريستورون بزاف، هي كيفاش كنقلبوا كالامار بلا ما نفتحوه من الجناب ويتنقى مزيان من الداخل. هانتوما كيما كتشوف يعني النص ديال المسائد البطن ديالو وداك الشيء كلشي كيبقى لاصق فيه، وكنبقاو نكرطو فيه بحال ما كان بالموس مزيان. صافي من بعد كندوزو لغسلو وكنبداو نقطعو المسائل ديالنا شرائح صغار على حسب البريوات والبسطيلة وداكشي.
كيف كتشوفوا بعد ما سالينا هما الطريفات ديالنا الكالامر موجودين ناقين مغسولين البيسك ديالنا ها هو كيف كتشوفوا ولا خاطر حيدناه غنديروا البصله تقلى هي اللوليه مزيان طيح تصهد مزيان غادي نبداو نهزو بشويه بشويه شي مغرفه بحال هكا ونبداو حتى البصله نكوها بالماء ديال الكروفات غادي نشطو الفيرميسيل ديالنا نقلبوها في شي طنجره من بعد غادي نجيبو الصفاي ديالنا ونديرو 3 معالق ديال الخرقوم بلدي معالق صغارين الصفاي ها هو صافي غادي نكبعو ليها الماء د الكروفات هنا غتلاحظوا واحد الحاجه اللي غايبان لكم ان الشعريه ديالنا ولات حمراء عرفوها بلا رباقه المقاس ما دخلهاش الطياب هنايا غادي نسقيو الماء كيما قلت لكم مغرفه البصله نديرو لها الماء د الكروفات يعني ما نطيبوهاش بماء عادي نديرو لها شي حاجه الزعتر نديرو شي حاجه الملحه يعني بالنسبه للملحه والبزار والزعتر كل واحد فهم تيقياس على حسب الكميه اللي غادي يستعمل انا كنضيف البزار كله حلو الحامض مصير هنا غير القشور ديالو مقطعين طريفات رقاقين جوريقات ديال سيدنا موسى هنايا غادي نشعلوا البوطه ديالنا على الفيرميسال بما تكون تشحرت مزيان صفي تشربت الماء ديالها وخلينا شويه رجعنا شويه في كاسرونه كبيره نضيفوا عليها البصله بالحامض ديالنا غادي دابا ندير شويه الزيت العود المقله عمرنا نغسلوها خليوها هكا تلقاش داكشي فيها معسل غادي نلوحوا الكالامار ديالنا يتصوطا ومن طون الطنجره الاخرى ما نغفلوش عليها باش الفيرميسيل ديالنا ما تتحركش وكما كتشوفوا في الاول خليناها باللون ديالها احمر ملي غادي يدخل الطياب غادي تبقى غادا وكتصفر اللون ديالها المهم هنا غادي نضيفوا الربيع ديالنا نضيفوا الحامض هنا غادي نخلط بالثومه بالكوكا قلبتها فيه وخلطتها غادي ندير له ضروري الملح ديالو البزار والزعتر نشوفوا ها هو البزار الملح حتى هي كذلك ضروري شويه من نحاولوا حتى هو نعطيو النكهه ديالو ما نكثروش الملحه باش ما يجيناش العماره ديالنا مالحه بزاف وهذه كتسمى طريقه الطياب ديال الكالامار بالربيع والحامض والتوابل ديالو كتسمى الاخيو هي معروفه كيجي على بلانشا المهم ها نتوما كيف كتشوفوها هو كالامار راه طاب ما نخليوش شي يفوت القياس المطلق داك الماء ديالو غنحتاجوه حتى هو وغادي نكبو كلشي وسط الفيرميسال ديالنا المهم نحركو وغيزيد يدخلو مازال شويه الطياب مع الشعريه بما الشعريتين نشفوها قالو حتى داكشي ما يبقاش فيه الماء ولا صوص وداكشي غادي نشوفها كيما كتشوفو معانا المهم دابا ندوزو للطريقه اللي غادي نحتاجو باش نجمعو البراوات كما كتلاحظو انا استعملت واحد الطبيسيل اللي هو غارق غادي نحتاج نعمر الكميه اللي غادي نحتاج وغنديرو اللويه ديال الطريقه السداسيه ديال الست الوجوه المهم ديال التعمير ديال البصيلات صغارين صافي غنحتاجو كيف العاده راكم عارفين شويه دقيق بالماء باش كنسدو بها العجينه ديالنا شويه زيت كندهنوها كناخدو وريقه عاوتاني ديال البصيله كنعمرو كنديرو شويه الحشوه القياس ديالنا اللي غادي نحتاجو صافي كنبداو الطريقه السداسيه الطويه الاولى وكيبقى غادي طير ديالها بحال باش تعطي الشكل السداسي ديالها صافي كنديرو شي حاجه الماء دقيق باش كنشدو الورقه ديالنا المهم هنا اش درت انايا المهم سائل الكميه اللي توصلت كميه كبيره جمعت كل حبه بوحديتها ومن بعد كل اربعه الحبات جمعتهم بوحديتهم لقيت من اربعه بينا في الدار وداكشي وكنستوكيهم في الفريغو يعني كيصبروا مده طويله المهم دابا نوريكم البسطيلات ديالنا منين طابوها والشكل النهائي ديالهم وما تجيكمش غريبه انكم تشوفوا الجبانيه تما حدانا لحقاش داك الماء الكروفيت راني زدت ليه شويه ديال المايزينا وشويه ديال لاكريم وصراحه هذه هي السوبات الحوت راه في لي ريستورون هذه اللي كتصاوب وكزوك شويه طريفه ديال الحوت طريفه الكالامار طريفه الكروفيت وهذه هي السوبات الحوت الاخوان
وكنتمنى ان الحلقه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تابوناو وتبارطاجيو، وشكرا للدعم ديالكم، ورمضان مبارك سعيد، الله يدخلوا عليكم بالصحه والعافيه، وشكرا، نتلاقاو ان شاء الله في حلقه مقبله.